هذا صحيح مسلم رقم الحديث ألفين وثمانية حديث مطول ينقله عن زيد بن أرقم يقول قام رسول الله صلى الله عليه وآله ماكو وسلم صلاة البتراء يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما غدير خم بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر كل محذوف من اللي قص هذا المقدار حديث الغدير كتيب ولكن مقص الرقيب كلها حذفته ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتم حجته هو هذا المقدار موصل إلينا ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: واهل بيتي أُذكِّرُكم الله في اهل بيتي، أُذكِّرُكم الله في اهل بيتي، أُذكِّرُكم الله في اهل بيتي. الله في أهل بيتي هذا صحيح مسلم. بعد هذا ايضا ينقل يقول: ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله وفيه يعني في الحديث فقلنا من أهل بيته نساؤه قال لا وأيم الله أيم يعني يمين راجع السيوطي في قراءات أيم لا وأيم الله قال: لا وايم الله ان المراه تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها اهل بيته اصله وعصبته الذين حرموا الصدقه بعده. المحدث المشهور الذي توفي قبل اعوام وثارت ضجة لوفاته ولعله قرأتم نعيه في الصحف من كبار محدثي العامة في هذا العصر الشيخ ناصر الدين الألباني عند كتاب جيد تقتنون هذا الكتاب جدا مفيد سلسلة الأحاديث الصحيحة جزء أربعة صفحة 355 وخمسة رقم الحديث ألف الألباني مع أنه في أماكن متعددة أنا متبعه محاول يخفي فضائل أهل البيت، يضيع فضائل أهل البيت. العثور على حديث في هذا الكتاب مشكل، ما تتمكنون تجدونه في بابه. ولكن مع ذلك يؤكد على صحة هذا الحديث من عدة طرق وأن له شواهد من أحاديث أخرى. راجع الألباني. الأم تحتاج إلى مرجع. تحتاج إلى مرجع. ولكن ماذا صنعت الأم؟